خلونا النهاردة أبدأ معاكم الحلقة بسؤال، هي النعمة عبارة عن إيه؟ فلوس؟ رفاهية ولا مظاهر؟ أبداً، إحنا اللي ربطنا النعمة بالفلوس. نعم ربنا علينا كتير جداً، الصحيان الساعة 7 الصبح وإنت جسمك مش تعبان، نعمة نعمة من عند ربنا. الوقفة وإنت بصحتك علشان تحضري ابنك للمدرسة، نعمة. النفس المجاني اللي بتاخده وانت نازل الشغل الصبح، نعمة. صوت جوزك في البيت وحسه رغم ان اركم طول اليوم، نعمة. غسيل المواعين اللي انت بتكرهيها طلع نعمة. شوية القهوة اللي بتشربهم الصبح في شغلك وانت سليم وقادر طلعوا نعمة. اليوم العادي بكل تفاصيله اللي ممكن يبان عادي طلع نعمة كبيرة من ربنا ما كناش حاسين بيها ولا شايفينها. للأسف احنا مش بنحس بقيمة الحاجة غير لما تروح مننا. وقتها لو كنا نعرف كنا استمتعنا بكل لحظة، استمتعنا بالمجهود والعرق واحنا جسمنا قادر يشيلنا ومستحمل. ده سيدنا النبي قال ايه؟ من أصبح منكم آمنا في صربه معافا في جسده عنده قوت يومه. فكأنما ملك الدنيا وما فيها. ثلاثة من نعم ربنا احنا مش واخدين بالنا منهم وبيعدوا علينا مرور الكرام. لو انت عايش في امان في بيتك وفي شارعك وفي وطنك، لو انت صحتك كويسة وما عندكش امراض، لو انت عندك اكل وشرب يكفي يومك، يبقى انت كده ملكت الدنيا وما فيها. بس الشرط انك تعرف وتحس بمقدار النعم دي وتعرف ان ربنا فضلك بيها وانك مش مجرد شيء روتيني وتفقد الشعور بعظمتها واهميتها وتسقط على حياتك وانت بتمتلك مفتاح السعاده. علشان ما تجيش لحظه ربنا يديلك حته درس علشان يعلمك درس عملي في اهميه النعم دي. طالما ربنا ميزك بنعمه من فضله تيأس ليه وتغضب ليه وانت بتمتلك الدنيا وما فيها؟ ومن هنا بتيجي البركه. بعد كلمة الحمد لله اللي اللسان لازم ينطقها وهو مصدقها ومؤمن بيها، بتيجي بعد ما الإنسان يحس بقيمة اللي ربنا مديهوله، مهما كان بسيط في شكله لكنه عظيم في مضمونه. فمهما كان اللي انت فيه، غيرك بيعيش أسوأ أيام حياته، لازم نتعلم الدرس ده، إن انت في مشكلة كبيرة بتحصل للبني آدم اسمها أن تألف النعم، تتعود عليها. ده أصعب شيء وأصعب اختبار ممكن يحصل، إنك أنت تاخد عن نعمة على إنها شيء طبيعي ومسلمات، وده أكبر غلط ممكن تقع فيه. مينفعش تألف النعمة، لازم تقدرها وتبقى فاهمها وتحمد ربنا إنها عندك. لو أنت ألفت النعمة وتعودت عليها بقت بلا قيمة وممكن تروح منك في أي لحظة عادي جداً. ولازم تعرف انك مجرد هوى، وفي لحظه ممكن كل شيء طبيعي بالنسبه لك هيبقى حاجات بتتمناها ترجع ولو دقيقه من الزمن. بص حواليك دايما وشوف غيرك وقول الحمد لله. فكل خطواتك هتلاقي ان ربنا ميزك بميزه عن غيرك. غيرك بيحلم بربعها، والحاجه اللي انت شايفها لسه محققتهاش ربنا مديك نعمه غيرها في ايدك. لكن الغشاوه اللي على عينك صورت لك عكس كده، ولو الغشاوة دي اتشالت هشوف ناس كتير حواليك بيتمنوا حاجات كتير عندك لكن للأسف انت مش شايفها. لكن في ميزان أمنياتهم هم شيء عظيم. ربك وزع الأرزاق والنعم بالعدل، محدش نقصه حاجة ولا زايده حاجة. القصة كلها احنا شايفين ايه وازاي، عارفين معنى النعمة اللي في ايدينا ومقدرينها ولا لأ. والرضا هو أول طريق الألف ميل. لازم نقول الحمد لله ونعرف إننا في نعمة كبيرة، وإن الحياة غمت عينينا عن كتير في إيدينا وخلتنا نجري ورا سراب. فالحمد لله على كل النعم التي لا تعد ولا تحصى. تعالوا نسمع.